أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم يا إخوانا الكرام، يا رب تكونوا خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة أسعار العملات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن أربع عربيات شيفروليه دبابة مستعملين للبيع في مصر. ده هيكون موضوعنا النهاردة، ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معنا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معنا النهاردة، وكمان سعر العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معنا هي عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 2009. العربية فيها أربع فرد كاوتش جديد، العربية فيها كاسك بلوتوث، العربية فيها زواج كهرباء، العربية رشة جنب ورفرف، العربية فيها صندوق مغلق، العربية بحالة ممتازة، الموتور بحالة فوق الممتازة، العربية فيها رخصة لشهر 7، العربية فيها جميع الكماليات. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2009. سعر العربية 165,000 جنيه، سعر العربية 165,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-107-30-59. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-107-30-59. العربية رقم 2 اللي معانا النهاردة هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2002. العربية رشة برة فقط، العربية دواخل فابريكا، العربية فيها رخصة لشهر 5/2020، العربية مرور برج العرب. العربية هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2002. سعر العربية 120,000 جنيه، سعر العربية 120,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-163-1237. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-163-1237. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2009. العربية فابريكا بالكامل، العربية بحالة ممتازة جدا. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2009. سعر العربية 167,000 جنيه، سعر العربية 167,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-54-08-465. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-54-08-465. العربية الأخيرة معانا النهاردة هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2019. العربية فابريكا بالكامل، العربية كسر زيرو، العربية فيها طقم جنوط سبور، العربية فيها زجاج كهرباء، العربية فيها صالون مشدود بالكامل، العربية فيها جهاز تتبع للسرقة، العربية فيها رخصة لمدة سنة مرور كفر صقر الشرقية. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2019. سعر العربية 260,000 جنيه، سعر العربية 260,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-640-54-131. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-640-54-131. طبعا النهاردة خلص، استنونا في أسعار جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى